Nous allons à la rubrique Le Quiz. Le Quiz. Le Quiz, Hichem, رد بالك. قبلك كنت تحكي لي على ياسين مرياح وريال مدريد، بس نسألك حاجات منها وهذا. دونك شكون تعتبره أحسن لاعب تونسي مازال ينشط؟ فرجاني ساسي. أحسن لاعب جزائري. في الشامبيونات الجزائريان. أون جينيرال. أحسن لاعب جزائري. بور مو بغدا. بونجا. خير من رياض محرز. بور مو. بور مو شو خاطر صاحبك؟ لا مش صاحبي، فما ديفيرونس من اكتوالمون بغداد مد في روندمون باهي على الاخر، معناتها جاي في بيريود صعيبه وشاد هاز ليك ناسيونال. لاعب تونسي تشوفه قادر ينجح في الاحتراف في اوروبا؟ فما برشا. انا شفت معناتها ماهر صغير نتصوره باللي ينجح في اوروبا، رغم اللي مش قادر يلعب برشا توا. اي عنده تحسوا لاعب معناتها كاليب كبيره، كان عنده شويه كونفيونس ما تحسوا ينجح برشا. شكون احسن مدرب تونسي؟ احسن مدرب تونسي فيو لي تيتر فوزي البنزرتي، رغم اللي تسبب في خروج من اسبيرونس. لا لا، ما كل واحد ياخذ حق، ما هو كي تتكلم على فوزي البنزرتي تتكلم على لي تيتر نتاعه. احسن مدرب دربت عنده؟ غوركيف. مدرب عنده فضل عليك؟ منصر الوحيشي. مهاجم تونسي تقرا له حساب؟ مهاجم تونسي تقرا له حساب بون، فما ياسين خنيس يقلق. ما لعبت ضده ولا لعبت في الكل؟ لعبت ضده، اما يقلق ياسين خنيس من لي زاتاكون اللي يقلق، يتحرك برشا. ماتش ما تنساهش؟ ديربي. انهو ديربي؟ تاع الكوب 2 بلاش اللي هزيتو في الكوب. بونتو ما تنساهش؟ بونتو ما ننساهش. بتات فما الاتحاد جدة اللي سجل. أجمل بونتو سجلته؟ أجمل بونتو كان ضد الاتحاد تات بلونجون، معناتها وكانت في بيريود معناتها مرتي اونسات وكل شيء، هديت البنتي هذاك البونتو. هو البونتو الوحيد هاي سجلته. هدف تمنيت لو كان كنت انت سجلته؟ الهدف اللي تمنيت كون انا سجلته كان ماتش ضد الكليب، عملنا 1-1 ولا 0-0 دقيقة الاخرى ضربتها بالراس تعدت شوية على البار. لا هو بونتو ديجا البونتو ماركاه شكون؟ تمنيت لو كان انت هشام بالقرابة ماركاه. هكاك معناتها فما بونتو تمنيت ماركاه معناتها ضد نيجيريا ماركاه بن طالب، تمنيت انا كنت سجلت وقتها. شنو الكونتكست وقتها؟ كواليفيكاسيون كوب دي مون. هو اللي رشح الجزائر وقتها؟ لا ما رشحهاش، ما هو كنا باش نرشح في بيريود كنا ديفيسين معناتها رجع لنا الروح شويه. الماتش تاع استغفر الله ماتش تنزانيا ماركا سليماني. حكمه امن بها؟ طبعا امن كان بالمكتوب. حاجه فيك ما تعجبكش؟ نرفوز برشا. سيرتو سيرتيرا؟ لا هاي سيرتيرا هم حتى البرا نرفوز. حاجه تحرمت منها وانت صغير عوفتها توا؟ مو حاجه تحرمت منها اللي ما بتاخ نقول ما عشت معناتها بيان في البريود تاعي، ما واحد ما يكذبش على روحه كيف كان الاخر معناتها كنت زوالي وكل الحمد لله. انا عوضت كل شيء كي كبرت والحمد لله ربي يفرج، عوضت كل شيء الحمد لله. شكون تعتبر احسن لاعب في العالم؟ ميسي. احسن مدرب في العالم؟ احسن مدرب في العالم فما برشا، فما تاع ليفربول، فما غوارديولا. شكون القدوة نتاعك؟ القدوة نتاعي كديفونسير حتى قدوة كهو سواء ملاعبي حتى مش ملاعبي معناها. لا امي وبابا. فريق في العالم طموحك توصل تلعب فيه؟ هذا يرد بالك منه سؤال. بون باش تكون معناتها اوبتيميست سي با المومون باش تكون، انا نقول اوبتيميست ما عندكش 20 طون باش تكون. اي ما عادش باش تكون ما نكذبوش على بعضنا، يقول لك واحد نكور في بدر شنو. اما شوف تكون في جمعيه باهيه وتهز لي تيتر هذاك هو الطموح الكبير. اقوى سؤال تسالك في انترفيو ما تنساهش؟ اقوى سؤال تسالني في انترفيو السؤال نتاعك تو اللي هو شكون بين جمهور الكليب وجمهور الاسبيرونس؟ بون هاي اللي قلت لي اقوى سؤال، ما هو تحطني في بيريو معناتها حطيتني في حاجه ما تقدرش انت جاي خممت قلت زعما شنو يسالني؟
والله جاي والله ونقول شنو باش فما لي كاستيون، اما عرفت بلي فما دي كاستيون هكا وهكا. فما حاجة كنت توقعتها وما جات وما جاتكش؟ لا لا، كله جاوني. كنت متوقع باش تكلمني على الكليب والاسبيرونس. دونك كنت هذي لو كويز. لو كويز.